طيب حلاوة المولد، كل سنة وانتم طيبين، والمولد قرب خلاص 9 أكتوبر بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. ويا ترى المصريين السنة دي الحلاوة، سعر حلاوة المولد أخبارها إيه؟ وزارة التموين أعلنت طرح حلاوة المولد بتخفيضات 25%، تصل ل 25% عشان تقدر تقدم حاجات جديدة وحاجات يعني تناسب أذواق المصريين. فيعني عندنا هيتم ضخ كميات كبيرة من حلويات المولد، تبدأ من 65 جنيه للكيلو، 145 جنيه للعبوة ال 2 كيلو، 230 للعبوة 3 كيلو، في المجمعات الاستهلاكية اللي هي 1300 مجمع. خلونا بقى نفهم ايه اللي بيحصل. الأستاذ عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة في وزارة التموين، مساء الخير. أخبار حلاوة المولد ايه يا أستاذ عادل؟ مساء الخير يا استاذه لميس، كل سنه وحضرتك طيبه، وانت كل طيب. سنه والشعب المصري كله بخير وصحه وسعاده بمناسبه قرب حلول المولد النبوي الشريف. نقول ان الاستعدادات لاستقبال المناسبه السعيده والحدث السعيد ده هو تم من اكثر من سنه من شهر ونص تقريبا، كانت طبعا بتعليمات من معالي الوزير الدكتور علي المصلحي واللي هو احمد حسين رئيس مجلس اداره الشركه القابضه، بالاستعداد لاستقبال المولد واعداد الخطه المناسبه لاستقبال الحدث السعيد وتوفير كافه انواع السلع، مش بس حلاوه المولد على وجه الخصوص، ولكن كافه انواع السلع اللي بتهم المواطن المصري من خلال زي ما سعادتك قلتي منافذ الشركات السلع التابعه لشركه القبضه، واللي بيصل عددها الى 1300 منفذ. طيب. لو قلنا عن حلاوه المولد هنقول ان احنا طبعا في عندنا 3 عبوات او 3 اوزان بيقبل عليهم المواطن المصري لتلبيه احتياجاته، فمثلا عندنا العلبه الواحد كيلو ب 65 جنيه، العلبه الاثنين كيلو ب 135 جنيه، العلبه الثلاثة كيلو ب 220 جنيه، طبعا بتحوي عدد من 35 قطعه ل 45 قطعه ل 55 قطعه حسب الوزن والحجم، وطبعا من قطع الفاخره جدا بسواء الفواخر اللي فيها زي ما نقول الملبن بالمحشي بالعين الجمل وكل التنوع اللي موجود في علبة الحلاوة المولد، ودي طبعا متوفرة ومتاحة بكميات كبيرة جدا في منافذ الشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات. يعني أنا كنت النهاردة كان في عندنا تقريبا قنوات الميديا كلها التلفزيون في حوالي يمكن أكتر من 9 10 قنوات وصوروا لايف بالفعل وشافوا مدى إقبال المواطن المصري على حلاوة المولد وعلى الكميات اللي موجودة والمطروحة في المجمعات. يعني أنا كنت طرح حوالي من 1500 إلى 2000 علبة، وكان عندي في المخازن الحمد لله كميات كبيرة جدا، أي مواطن بيحتاج أي كمية من أي صنف من التنوع بنوفره فورا، وعندنا طيب. كميات كبيرة جدا. أستاذ عادل، يعني الأسعار السنة دي أغلى من السنة اللي فاتت؟ هو يعني الأسعار عندنا الحمد لله زي ما قلت لمعاليكي إن العلبة مثلا الكيلو ب 65 جنيه الكيلو فيها تقريبا حوالي من 35 إلى 39 قطعة، المثيل ليها في السوق المحلي بره الحلاوة الشعبي الكيلو ب 90 جنيه الأصناف أيوة الشعبية. يعني أنا بس بشوف إن حلاوة المولد دي مصنعة من حاجات معظمها محلي، فأنا بفكر بس هي بتغلى ليه؟ ماشي المكسرات ممكن تبقى غالية عشان مستوردة، لكن بالضبط. أنا بفكر على النوع الشعبي مثلا السمسمية والحمصية والفولية والكلام ده كله، الأنواع العادية الملبن دي تغلى ليه؟ يعني ليه تزيد أسعارها؟ هو لا هو التشكيله البيعيه اللي موجوده في العلبه ما بتحتويش بس على الحمصيه او السمسميه الحاجات الانتاج المحلي، لكن برضه بتتاثر بالحاجات اللي هي مستورده زي العين الجمل والبندق والفستق، ده طبعا بياثر وبالتالي ده اثر وزود السعر عن السنه اللي فاتت تقريبا يمكن ب 40%، واحنا الحمد لله تداركنا ده بدليل ان احنا خفضنا الاسعار اللي هي متراوحه بره من 90 جنيه للكيلو الشعبي، احنا بنبيع ب 65 جنيه الحمد لله، ومدى الاقبال المواطن المصري بيدل على كده ان هو دايما بيخش ياخد يلاقي كافه احتياجاته مع حلاوه المولد ومع كافه السلع الاخرى سواء من البقاله من اللحوم الطازجه من اللحوم المجمده، الحمد لله يعني بنسعد جدا
ده بعودة ثقة المواطن في المجمعات مجمعات ومنافذ التمويل. لا المجمعات. دايما طبعا اكيد مجمعات التموين دايما بتقدم منتجات جيده. شكرا استاذ عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركه العامه لتجاره الجمله بوزاره التموين.